السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو مختلف وجميل جدا. هنعمل وصفة من وصفات الدايت إن شاء الله هتعجبكم. هنقول مقادير بسيطة وسهلة، بس أنا هعمله من غير دقيق ولا زبدة، هعمله بدقيق الشوفان بس. تعالوا معايا نشوف عملناه إزاي وإيه هي المقادير. خليكم معايا خطوة بخطوة ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. انا معايا كوباية كبيرة من الشوفان اللي هو الحبة الكاملة، زي ما انتم شايفين هي تقريبا 150 جرام. معايا كمان 3 معالق من اللبن، 3 معالق من الزيت، ممكن زيت جوز الهند او زيت زيتون. معايا 3 معالق من العسل الابيض، معلقة كبيرة من جوز الهند، وكمان معايا بيضة ورشة من القرفة، رشة من الملح، نص معلقة صغيرة من بيكنج بودر، وطبعا ما ننساش الفانيليا. طبعا لو موجود دقيق الشوفان الجاهز عندك يبقى تمام جدا، بس انا مش متوفر عندي دلوقتي، فهبدأ ان انا اطحن الشوفان اللي موجود معايا بالشكل ده. ممكن كمان تزودي نص كوباية على دقيق الشوفان ده، دقيق القمح الكامل، بس انا حبيت اعمل الوصفة كلها بالشوفان. ولو موجود برضو دي القمح الكامل يبقى كويس، يعني برضو هو صحي جدا. هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني في دقيق القمح الكامل مع الشوفان. دلوقتي انا طحنت الشوفان بالشكل ده، هبدأ ان انا احط عليه كل المقادير الجافة اللي موجودة معايا، وهبدأ اقلبهم مع بعض كويس جدا. وطبعا هخليهم بقى على جنب، وابدأ بقى ان انا احط المقادير السائلة برضو اقلبها مع بعض. هجيب معايا بولة كبيرة احط فيها البيضة، وطبعا لازم يبقى معايا فانيليا، هحط نص معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. لو مش متوفرة ممكن تحطي كيس من الفانيليا البودر. هحط بقى العسل الابيض، ممكن جدا تحطي سكر دايت، لو موجود يبقى معلقتين كبار، لو مش موجود يبقى العسل او سكر مطحون عادي. هحط كمان 3 معالق زيت، لو موجود زيت جوز الهند يبقى حلو جدا، او زيت زيتون، بس انا حطيت زيت ذرة 3 معالق. هقلبهم كلهم مع بعض، ومش هحط اللبن دلوقتي، هسيبه في الاخر لما اقلب الدقيق، وهشوف لو احتاج اللبن هزود. طبعا هبدأ ان انا بقى اعجن العجين بايدي كده علشان احس كده بالعجينة بملمسها، واشوف اذا كانت محتاجة سوائل تانية ولا لأ. فانا هقلب بايدي، طبعا انا حسيت ان العجينة محتاجة معايا سوائل، هبدأ بقى ان انا ازود اللبن، 2 معلقة من اللبن، وهقلب لو لقيتها محتاجة هزود. طبعا زي ما انتم عارفين ان الشوفان بيتشرب اي سوائل موجودة، وطبعا بيزيد حجمه، فانا هزود على حسب ما انا شايفة. يعني بمجرد ما العجينة تلم معايا بالشكل ده في ايدي يبقى هي كده تمام، مش محتاجة اي سوائل تانية. ممكن جدا في الوقت ده تبدأ ان انت تفردي العجينة وتقطعيها، بس طبعا انا هسيبها في التلاجة بس 10 دقايق عشان اقدر اقطعها كويس. كده تمام العجينة معايا، هغطيها وادخلها التلاجة 10 دقايق. بعد 10 دقايق بتبقى معايا بالشكل ده، طبعا انا لفتها في كيس علشان ما تنشفش في التلاجة. هحط بقى ورقتين من الزبدة وهحط العجينة بينهم، وابدأ ان انا افردها بالنشابة. انا طبعا عايزة سمكها يكون وسط، مش رفيع او علشان ما تتحرقش مني في الفرن، ومش عايزاها سميكة اوي. هفردها لما تديني السمك اللي انتوا شايفينه ده، كده تمام. هبدأ بقى اجيب القطعة اللي انت حباها يعني، وهبدأ اقطعها. انا اقطعها على شكل دواير عشان تبقى زي البسكوت اللي احنا بنجيبه على طول من برا، فانا اقطعها. طبعا العجين الزايد انا مش هرميه، هبدأ تاني المه، وهعمل نفس الطريقة والخطوات اللي انا عملتها المرة دي. طبعا انا جهزت صينية وحطيت فيها ورقة زبدة، هبدأ بقى احط البسكوت اللي انا بقطعه ده فيها. السمك ده كويس جدا، حابة ان انت تعمليه سميك شوية تمام، بس السمك ده وسط جميل. بعد ما اخلص بالقطاعة دي هبدأ ان انا الم باقي العجين اللي باقي معايا، وهفردها زي ما قلتلكوا، وارجع تاني اقطعها بنفس الشكل.
طبعا كمية الشوفان اللي انا كنت مجهزاها عملت معايا كمية معقولة، ممكن جدا تضاعفي الكمية، او لو حبيتي تزودي دقيق القمح الكامل هيديك كمية اكتر كده. تمام، انا خلصت الكمية اللي موجودة معايا. هبدأ بقى اجيب شوكة وابدأ ان انا اخرمها، او كمان ممكن بخلة سنان طبعا قبل ما ادخلها الفرن، وفي الوقت ده يكون الفرن انا بسخنه على درجة حرارة 180. هدخل البسكوت هيقعد معايا مش اكتر من ربع ساعة، وقبل ما يخرج هحمر وشه تحت الشواية يعني يدوب دقيقة، ويطلع معايا باللون التحفة ده اللي انتوا شايفينه. ما شاء الله اللون تحفة، وريحته كانت جميلة جدا، والطعم جنان. طبعا بطريقة سهلة وبسيطة وكمان صحية عملنا بسكوت الشوفان. طبعا انت بتجيبيه من بره بسعر عالي، لا احنا عملناه في البيت وبايديكي بطريقة سهلة وبسيطة، كمان صحية جدا جدا. اتمنى تجربوه هيعجبكم قوي، وكمان تمشوا بنفس الخطوات وبنفس المقادير، احنا عايزينه صحي وسعراته تكون اقل. طبعا بقى ده في الفطار، يبقى حلو جدا بقى مع كوباية شاي تاكل الكمية اللي انت عايزاها. اتمنى تجربوه بنفس المقادير وبنفس الخطوات ان شاء الله، هيعجبكم جدا خصوصا للدايت. اتمنى كمان لو عجبكم ما تنسوش اللايكات والشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.